أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. في آخر مقابلة مع كرم بورسن سأله الصحفي قائلا: مشاريعك بدأت، نراك في الخارج، لكننا لم نتحدث عن المشاريع. قلنا أنه سيكون هذا العام مليء بكرم بورسن لأنك ستتواجد رقميا وعلى شاشة التلفزيون. رد كرم قائلا: أأمل ذلك، دعنا نرى، أنت تعلم أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يتم تنفيذ المشروع، لذلك علينا الانتظار لفترة أطول قليلا، ولكن بعد ذلك سنبدأ بالتصوير. قال الصحفي: ماذا تفعل غير ذلك؟ هل هناك أي أفلام أو مشاريع تشاهدها؟ بما أننا لا نعرف شخصيتك المنتجة، فهل ستنتج مشاريع جديدة؟ قال كرم: أأمل، كما قلت، إنني أكتب منذ عام الآن وأكتب كثيرا، فلنرى، إنني أحاول أشياء أخرى مثل هذا. قال الصحفي: هل يمكنك متابعة الأفلام التي تم طرحها؟ هل لديك فيلم مفضل؟ قال كرم: بصراحة هناك أشياء كثيرة في هذه الفترة، لكن أنا لا أشاهد كثيرا، كما قلت لك أنا أكتب. قال الصحفي: إذن هل لديك فرصة لإخبارنا قليلا عما تكتب عنه؟ رد كرم قائلا: الأمر كذلك، يتعلق الأمر بموضوعات ربما لم نعتاد عليها، ربما أشياء من شأنها إثراء سوقنا بأشياء أخرى. قال الصحفي: ماذا تقول عن أخبار وجود علاقة حب مع دان لابيليتش؟ رد كرم قائلا: أصدقائي، بالطبع لا يوجد شيء من هذا القبيل، أنا لا أعرفها، لكني متأكد من أنها شخص جيد. قال الصحفي: هل تستمر بممارسة الرياضة؟ قال كرم: نعم، ما زلت أمارس الرياضة كالمعتاد. قال الصحفي: أخيرا، لديك قاعدة جماهيرية ضخمة في الخارج، خاصة أنك تذهب إلى إسبانيا كثيرا، فهل ستذهب إلى هناك في العام الجديد؟ رد كرم قائلا: نعم، ربما سأذهب. قال الصحفي: هناك طوفان من المحبة خاصة في أوروبا للممثلين الأتراك ولك أيضا، كيف تقيم هذا؟ رد كرم قائلا: إنه شيء جميل، شيء جميل جدا، كما أقول دائما، نحن نفتخر أن نمثل بلدنا بهذه الطريقة، إنه شيء مهم، لذلك سنفعله بأفضل طريقة ممكنة. قال الصحفي: هل هناك بلد تريد الذهاب إليه؟ رد كرم قائلا: هناك بالطبع، وهناك الكثير أيضا. شكرا جزيلا لكم، طاب مساءكم. وشكر كرم الصحافة وغادر المكان. وبذلك فقد نفى كرم بورسن أخبار وجود علاقة بينه وبين مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي دان لابيليتش.